فيكم من بعد الفاصل. وهلأ الشيف علا رح تبلش تحضر لنا الوصفة الثانية لحلقة اليوم. علا إيش رح تعملي لنا هلأ؟ هلأ بدنا نعمل، هي مش سلطة، هي طبق مقبلات باردة، بس أنا سميتها سلطة لأنه تقدم ك يعني خلينا نحكي أبيتايزر بارد أو نوع من أنواع المقبلات الباردة المقدمة على طاولتنا في مطابخنا. رح نأخذ مقاديرنا مباشرة على الشاشة. يلا لتحضير سلطة المعكرونة باللبن والثوم لازم يكون في عنا كيس معكرونة مسلوقة، عنا كمان 2 كوب لبن رايب، وعنا 2 ثوم مهروس، وعنا برضو زبدة وملح وفلفل وباربيكا ونعنع ناشف. نعم والله وصفة سهلة شكلها. وكتير طيبة. هلأ بتدوقيها كتير طيبة. هلأ نزلنا الزبدة ورح أنزل عليها مباشرة الثوم. هلأ رح أعمل تقلية بسيطة، أقلب فيها اللي هي المعكرونة وبعدين بنحطها على اللبن. يلا شاهد دورك. هلأ هون اللبن هاي علبة كاملة كيلو، يعني تقريبا 2 كوب وشوي. هلأ رح أنزل، شوفي رح ننزل عليها كمان هون ثوم لتعزيز النكهة على اللبن. تمام. بعدين رح نكمل بيه النعنع الناشف. انت شاطره بس تجيبيني اخفو. وهي بابريكا سهل بدي اشغل بك. فلفل اسود. تمام بس متحسن وضع شوي ولا لا؟ لا في امل، في امل يعني ان شاء الله انه في امل. وهي مال يعني بما يناسب لو ابراهيم هون كان ساعدك احسن مني. عن جد. شايفه هاي عم بقلي الزبده مع اللي هي الثوم، ممكن احط فلفل حار بسيط، بس هيك تقليه بسيطه. بعدين بروح بنزلها وين على المعكرونه وبعطيها هيك شويه يعني تحريكه بسيطه. تمام اتوقع هيك طيبه جدا. خليني بس احط هون بس هيك شوي، حتى ريحتها طيبه صارت. الزبده كتير زاكيه وبتلبق على اللي هي المعكرونة. تمام. بروح باخذ كل الخلطة اللي ضلت لأنه هاي نكهة الثوم. هلأ شوفوا في منتج خاص بكارفور اللي هي الثوم، هيو بس ناخده الثوم اللي بالوسط اللي هو الثوم المجفف، يعطي نكهة رهيبة. نعم مع اللي هي الاستيكات، مع الدجاج، مع المعكرونات، إشي خرافي جدا. هلأ بتورجيكم إياه على الكاميرا، موجود بالسكشن أو بالقسم اللي فيه البهارات. اعملوا لنا زوم يا شباب. يلا يعني ما حطيتها على الغاز، أنا بس هيك نزلت عليها الثوم والزبدة. يلا شباب طعمنا بس كلوز هيك، خلينا هاي هي يا شباب شايفين مرسوم عليها الثوم، هي منتج خاص لكارفور. رح ناخذ منها شوي ونحط على الوجه، نكهتها جدا جدا يعني قويه كثير طيبه. تمام يلا نزلنا هلا هون المعكرونه، حطت عليها الزبده والثوم، ما في داعي انزلها على الغاز نهائيا، انا عامله سلطه مش باستا مطبوخه. بعدين بروح بنزل اللبن اللي حطيت عليه النعناع والملح والفلفل، بابريكا، في ناس بتحط بهار مشكل مثلا. وكمان حطينا ثوم مدقوق لتعزيز النكهه. معك شاهد انت عنا شادي بيحكي لنا شو هالوصفات الطيبه. عنا برضو عدنان بيحكي لنا صباح الخير منورين شيف علا، مبدعه والمذيعه المتالقه شهد الله يسعدكم. شكرا لك. عنا كمان ام اياد احلى صباح منورين. سالم سال عن كاتي، هاي ثاني مره بسال عن كاتي. كاتي إن شاء الله بكرة بتكون معاكم بحلقة الخميس، بدلنا أنا وياها أربعة وخميس. غشاشة شهد. عندنا كمان أم مؤمن الزعبي من الرمثة العز، الله يسعدكم منورين ومبدعين. شكرا لإلك وتحية لكل أهالي الرمثة. يلا معنا اتصال من خارج حدود المملكة من الإمارات. ألو صباح الخير. يلا ألو صباح الخير. يا صباح الورد. ايش حالك شيف علا؟ الو شيف علا قولي يا مريم، علي صوتك عشان اسمعك. سامعتك انا اسمي عليا من الامارات. عليا مش سامعه، علي صوت. عليا من الامارات. عليا عليا من الامارات. اهلا وسهلا يا عليا. ورده اهلا وسهلا. ما شاء الله على شيف علا، ما شاء الله
دائما اشياءها حلوه وطبيخها وايد حلو ما شاء الله عليها. لعيونك تدللي. اقول ما شاء الله شيف علا طبيخها وايد حلو دائما اتابعها. حبيبتي بعد قصرين شيف علا شايفتي هذا القلب لاهل الامارات وخصوصا لعليا. الله يخليك شيف علا الله يوفقك، واحنا كلنا متابعينك انا والوالده واخواتي كلنا. تحياتنا لهم جميعا وبوسه كبيره على خدك ست الكل، نورتينا. شكرا حبيبتي، مع السلامه حبيبتي. يا حبيبتي شكرا، اهلا إليك. وسهلا فيكم، وتحياتنا لكل النشامه والنشميات في الامارات الشقيق وكل اللي عم يتابعونا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. طعمها كثير زاكي، تقدم بارده، في ناس بيقلوا معاها لحمه مفرومه شهد بصير، بس هي هيك على ابو فهات الفنادق والمطاعم تقدم بهذا الشكل. تمام، بحكي لك رحمة شكلها بتحب المعكرونة كثير، بتقول لك بدنا حلقة كاملة عن وصفات المعكرونة. حاضر، عشان الشعب يقلب علي. يلا، من الإمارات إلى المفرق، ومعانا اتصال من أم إيلين. ألو، صباح الخير. صباح الخير يا أحلى شهد، كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا، أنت كيفك؟ حبيبتي يسعد هالصباح ويسعد هالصوت. منورة يا قلبي، منورة، النور نورك حبيبتي. صباح الخير شيف علا، الله يسعد هالصباح الحلو، اهلا وسهلا باهل المفرق الكرام. قولي ست الكل سامعينك. بحكي منورين بوجودك ستي، بوجودك. شو رايك بوصفاتنا لليوم؟ ما شاء الله عليك، الله يعطيكي الف عافيه شيف علا. بخدمتك ستي، تدللي ان شاء الله بالهنا على قلوبكم. حبيبتي الله يعطيكي الف عافيه، حبيناك نصبح عليكم. والله أشرقت وأنورت، أحلى اتصال، أهلا فيكي. ردينا، صباح الخير يا ردينا، عم تحضرنا ردينا الشاويش، عم تحضرنا من كاليفورنيا، بتصبح علينا وهي سهرانة هلأ، الوقت عندها ليل. آه طبعا عندهم ليل. فسهرانة معنا أكيد، فتحياتنا لإلك يا ردينا. طيب أنا هون عم بعطيها لون، شايفة استوت براحتها ومش معجنة وما فرطت وأخذت لون بشهي. يلا هلأ بدنا نروح نجيب التوم اللي من منتجات كارفور على الدجاج للي بيعملوا فتتشيني. الله، مش معقول طعمها بصراحة، كتير زاكية. يا سلام، كتير إشي على الجريل خرافي. رح أخذ رشة صغيرة هيك تعمل لي كرنشي، نقدر نعملها بالبيت. نقدر نضيف على الباستا أشياء تانية ولا هلأ هاي بقول لك، في ناس بحطوا اللحمة المفرومة بصير. لحمة بتصير تقيلة كتير يعني، ممكن أنا بحبها هيك ببساطتها صراحة. هاي المنتج أمامكم، هاي بقسم البهارات، إشي بجنن. وبعدين يعني أم إحسان من إربد إلى الشمال، يسعد هالصباح. الله يسعد صباحك، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيكي. يعطيك العافية، سعدت محسنكم. إيش رأيك اليوم بالوصفات اللي قدمتهم الشيف علا؟ كثير وصفات كثير طيبة ما شاء الله عليها الشيف علا، يعطيها العافية ما بتقصر دائما. يا حبيبتي القلب، خدمة عيونك الحلوة. طب احكي لنا شو أخبار إربد، كيف الأجواء عندكم؟ والله عندنا الجو كثير حامي، نار. درجات الحرارة مرتفعة هاليومين كثير. نعم كثير ما بنقدر نطلع برا البيت. يلا الله يحماكم جميعا. اللهم آمين. شو بدي أسألك شيف علا؟ قولي يا أمر. حاب تعملي لنا قدرة خليلية. والله عملت قدرة خليلية بالقدرة النحاس، بس وعد رح أعيدها، بس بكون موجودة ست علا. والله غير أعيدها، دللي. بكون موجودة. حاضر، دللي من عيوني، رح أعيدها، أبشري. هاي ساجة كمان عم بتقولك عم بحضركم بتابعكم من إربد. نعم، كل طبخاتك روعة وبجرب دائما كل طبخاتك إن شاء الله بالهنا يا رب. أهم إشي إنهم يكونوا مبسوطين. تهاني تهاني، تحكي لك يا الله شو هالأكلات اللي بتفتح النفس وبتخلي الواحد إلى نفسي يطبخ ويأكل. والمذيعة المتألقة شهد، وبحب أصبح على أمي أم خالد الخشاشنة وأولادي يحيى وآيلة. ما بدنا نضل شهد جاج ولحمة وسمك يعني. الواحد غير. الحياة أخذ عطا ومش غلط، كمان بخفف على معدتي، بأخذ وقتي براحتي، وهذا أكل مفيد يعني، جدا مفيد مش شوي. ننزين هاي كمان هلأ طبعا. يلا معنا اتصال هاتفي من الزرقاء. ألو، صباح الخير ريتال. ألو ألو، يسعد هالصباح. كيفك ست علا؟ أهلا وسهلا ومليون مرحبا.
أكلاتك طيبة كثير. أهلا فيكي، بتحبي المعكرونة يا ريتال؟ نعم. يلا جربوا هاي الوصفة وإن شاء الله بتعجبكم اليوم. المعكرونة معنا اتصال هاتفي آخر من دعاء من إربد. ألو صباح الخير يا دعاء. باركو، كيفك دعاء؟ الحمد لله تمام، يسعد هالصباح الحلو ما شاء الله على وصفاتك وبتجنن. أهلا أهلا وسهلا بأهل إربد، حبايب قلبي أهل إربد. أهلا فيكي، بحب أصبح على ماما وعلى بابا وأخواتي وأهلي بإربد. وإحنا بنصبح عليهم كمان، إحنا كمان بنصبح عليهم وتحياتنا لكم جميعا، وإن شاء الله تنبسطوا بهالوصفات. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا أهلا ست الكل. أهلا فيك. تمام، أنا هون حطيت التوم اللي من كارفور من منتجاتهم الخاصة. إشي بجنن يعني، ريحة وطعم وهيك كرنشي مستفز، طريقة أكلها كتير زاكية. تمام، ريم البوادي بتقولك حابة كتير تطبخ معك. إحنا جاهزين، بتنورنا وبتنور عائلتنا الصغيرة. طيب رح نروح نعزز كمان ب المشاط، شايفين ما أحلى. أيوه هيا. يلا الله، هاي لقطة إبداعية. يلا وهيك بتكون خلصت. لا لا، حطي البندورة كمان. حاضر. دلع كملي المنظر كامل. هالكملة معروفة. هاي النعنعات كمان. حاضر، نتعلم منك شفعولة يعني. انتي البركة يا أمر على سلامتك. تمام، هيك بنكون شهد احنا خلصنا وصفاتنا لليوم. صراحة لازم نشكر كارفور عن جد، شكرا لهم على كل المنتجات. يسعد قلبهم، يعني امبارح صراحة كنت كثير بتغلب اطارد من اليمين للشمال وعلى اللحام ومن هون وقالوا وعمل لي وسوي لي من نفس المكان. فدايما انا بقول كارفور العالم الرائع، عالم من المنتجات اللي بتوفر لي كل شيء. فشكرا جزيلا لهم ورعايتنا اليوم وفقرتنا برعاية كارفور هايبر ماركت. عملنا أنا وياكم بمطبخ يوم جديد اليوم تحديدا برفقة الأميرة شهد، سوينا سلطة أو اللي هو طبق الباستا البارد باللبن والثوم والنعنع، بالإضافة إلى العجة أو المشاط، مشاط الزهرة. إن شاء الله يا ربي الخير بتم علينا وعليكم، ورح أترككم بحفظ الله ورعايته وأسلم لشهد على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. شكرا كثير لك علا على الطبخات المشهية، ويعطيكم ألف عافية. وشكرا دائما لكل المتابعين على طيب المتابعة، دمتم دائما بخير وسلام، بأمان الله. إحنا نقولهم أحلى.